برج الجوزاء، اهلا بيكم من اي وقت بتسمع في الفيديو ده. ان شاء الله يكون في رسائل علشانك. طاقة زمنية للقراءة مفتوحة. خلينا نشوف برج الجوزاء اللي انت محتاج تعرفه في الوقت الحالي وفي الطاقة العاطفية بتاعتك. ايه اللي جاي في الطريق اليكو؟ اشتركي الجوزاء، فعل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بالفيديوز اللي بتنزل على القناة. زي ما شاء الله. يبدو ان انت ممكن يا جوزاء تكون في وضع او في مكان بعض الناس ما بتحب لكش الخير، او بعض الناس مش عايزة لك الخير، مش عايزة لك الحاجة الكويسة انها تحصل في حياتك. منكم كتير قوي جايز تكون انت بس في مكان مش بتاعك، او حواليك جيران مثلا بيتكلموا عنك كتير، اشخاص كتير بيجيبوا في سيرتك بيتكلموا عنك. نفترض واحدة مثلا منفصلة حديثا او مطلقة حديثا، ممكن تكون انت في مكان الناس بتتكلم، او ليش طلقت، يعني ليش زوجها عافها، ممكن بس انا وصلي رسائل شوية انك بتحصل على ورقة. اوكي. ورقة انت منتظرها بقالك كتير قوي 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 قوي. ممكن ورقة ليها علاقة بميراث، ممكن ورقة زواج، اثبات نسب، ممكن ورقة يعني ابروف انت مقدم على هجرة، او مقدم على قرض، او مقدم على مشروع، شهادة محتاج مثلا بتعمل معادلة لحاجة او ماستر في حاجة او كده. فطاقيا بتحصل على ورقة وربما ترسيم. خليني اكلم لكم في الناحية العامة، لان انتوا الناحية العاطفية بتاعتكم تحفة. لو انت شخص طبيب او شغال في حاجة شفائية او في حاجة روحانية، او بتقدم مثلا ان انت تهاجر كعامل بسيط، يعني مثلا مزارع، او تهاجر كشخص بيهتم بالمسنين او بالاطفال او بالمرضى او رعاية، او متطوع في منظمات عالمية خيرية لمساعدة بعض البلدان او اللاجئين او المتضررين من الحروب، او الاشخاص اللي بتعاني من مجاعة، مجاعات او حاجة، بيتوافق لك على الحاجات دي، بيتبصم لك على الحاجات دي. فطاقيا نقول مبروك مقدمة، لان دي نقلة حلوة قوي قوي في حياتك. يعني بقالك كتير تحس ان يعني حد بقاله 8 سنين بيحاول يسافر او يهاجر او ماشي ورا ورق، او نفسها مثلا ترد اولادها في حاجة، انت طفح الكيل من كتر ما بتسعى وبتحاول، مفيش امل. الحمد لله الحمد لله والشكر لله بتحصل معاك. ويمكن قبلها تكون الطاقة الرقمية بتاعتك ليها، ان كان مثلا بيظهر قدامك رقم 8-8 كتير قوي. لما تجيلك الطاقة دي ادخل على الباتريون، وادخل على المستوى بتاع spiritual secret reading لو انت مقتدر، وكون معانا هناك. ليه؟ في ممكن يكون ده حاجة مطالب منك انك تعملها للي يقدر واللي عاوز. اوكي. جاي برضو في حياتكم العاطفية عودة توأم روح او توأم شعلة. الشخص ده ممكن يكون توأم شعلة بنسبة كبيرة قوي. في فرق في السن للبعض منكم، مش لكلكم، في فرق في السن، بس ممكن يكون مش باين قوي، يعني مش باين فرق السن ده في الشكل بتاعكو. الست ممكن تكون اكبر من الرجل، لكن مش باين عليها ان هي الاكبر، يعني شكلها صغير ما شاء الله. تجاي لكم قصة عاطفية حلوة قوي بتعيشوها. جاي لك فرصة كده ان انتوا بتسترجعوا روحكم او شبابيتكم مرة تانية، او احساسك بالحب تاني. يعني عارفين عاملين زي حد، واحدة مثلا زي تزوجت وعاشت بتاع 20 سنة، زواج عادي، ما زواج بس ما كانتش حاسة انها متزوجة، او ما كانتش حاسة بالحب ده، فصلت، يجي لها حب جديد. او انتي ما تزوجتيش خالص، بس عديتي 41 من عمرك،
فكأن هنا الطاقة بتاعتكم انه لا بتعيش مشاعر، بتعيش مشاعر ممكن تكون بتقول ايه ده، هو انا ممكن اعيش المشاعر دي في السن ده؟ هو انا ممكن اعرف احب تاني؟ او بتحبه في وقت انت عمرك ما كنت متوقع ان انت تحب، او عمر ما كنت متوقع ان انت في السن ده تحب. ما اعرفش ليه القناعة دي كانت واصلة لكم، او ليه الطاقة دي هي الموجودة هنا، بس ممكن غصب عنك تكون انت متأثر بناس حواليك او بينك وبين نفسك بتقول هو في حد بيحب في السن ده؟ مش عارفة ليه حاطين انتوا موضوع السن قوي، بس ده كأنه حاجة ظاهرة معاكو، او ان انت بيجيلك فرصة من السماء في علاقة عاطفية او في مشاعر عشان تعرف ان لسه قلبك قادر يحب تاني، او ان انت قادر تحس بالحب او تحس بالرومانسية او تحس بالدفء. والشخص ده مستواه المادي هيكون حلو قوي، او جايز المرأة هنا في العلاقة هي اللي مستواها المادي احسن من الرجل. يعني مثلا انت عندك سيارة جميلة قوي، او كابرلي سيارة مفتوحة السقف بتاعها، ومثلا بتبقوا زي فيجن كده كأنكم ماشيين وانتي واقفة والهواء يطير الشعر وسامعين أغاني صوت عالي، في حالة كده انتوا هتعيشوها أو مسموح ليكم الدخول في طاقة عاطفية بعد معاناة سنين، أو بعد انتظار سنين، أو بعد يأس. The lovers، الطاقة اللي هنا دي يعني كأن انت يعني مش عارفة أوصف بصراحة، مش قادرة ألاقي كلام، بس كأنه أنت هتتزوج من أكتر إنسان بتعشقه وبيعشقك، أو لو تزوجت فستكون أجمل قصة عشق وحب ورومانسية وشغف ممكن تعيشها وتمر بيها في حياتك. جاي لكم زواج والله أعلى وأعلم، مؤكد مؤكد جدا 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 جدا. والطاقة الرقمية اللي معاكوا 6 أسابيع، 6 أيام، 6 شهور، ممكن بقى شهر 6 من العام الجديد، الله أعلم. طال انتظاركم أعتقد، يعني أعتقد إن العلاقة اللي انتوا هنا فيها دي علاقة بقالها زمن، بقالها سنين، بقالها فترة طويلة، علاقة كانت متكلكعة أو لازال انتوا حاسينها فيها كلاكيع كتيرة، بس أتاك الفرج، أتاك الفرج. استمروا لو انتوا بتعملوا أعمال خير أو مساعدة ناس أو كده، استمروا على الحاجات دي، لأن دي يعني إيجابية معاكوا، أو بتفتح ليكم بعض الأبواب اللي انتم ممكن تكون شايفين انها مغلقة، خاصة في حياتكم العاطفية. ان ما شاء الله ما شاء الله لحد دلوقتي دي اجمل طاقة عاطفية، ومن كتر ما هي حلوة انا حاسة ان مهما اتكلم انا مقصرة في حقها، في حق الطاقة، يعني مهما اتكلم كلام مش هيوفيها، مهما اتكلم مش عارفة اوصف الحالة، لان حالة انت هتعيشها مش I don't know how to say you're gonna find your fucking soulmate maybe. Spiritual understanding. الملائكة معك انها تعطي لك بعض المعلومات ممكن تحس انها بتجي لك من ابعاد اخرى، بتبعت لك رموز عشان تقدر تفهم كتير قوي من الاشارات والاسباب الروحانية. راجعوا حياتكو، وان الاوان انتوا تشتغلوا على ايه الحاجات اللي جواك ممكن تكون بحاجة لشفاء او علاج، تبدأ تشتغل عليها، تستعد ان انت جلدك بيتغير وطاقتك بتتغير وبيتك بيتغير وحياتك العاطفية بتتغير وشكلك بيتغير. اسألكوا سؤال، وقت بتسمع القراءة اليوم بصيت في المراية لقيت ان انت نفس الشخص اللي كنت عليه امبارح، ولا حسيت ايه ده مين ده انا مش عارفني؟ مش يعني مين ده انا مش عارفني مش وحش، مين ده انا مش عارفني، بسم الله ما شاء الله حلويت، قمر قمر كده بالستر تحفة، حلوين قوي، حلويتوا قوي، كنتوا زيادة، صحيتوا من النوم وزنكم نقص 2 3 4 5، في تغير كده شفت حصل في الجسد بتاعكم،
برج الجوزاء. شكرا ليكم الاشخاص اللي منطبق عليكم القراءه، ما تنسوش ان تقولوا لنا في التعليقات. وان شاء الله باذن الله نكمل الابراج الاكثر انطباق او اللي ليها اشخاص كتير. بس بعد ما يتم تسجيل يعني باقي الابراج هنرجع تاني ونشوف الابراج اللي كان فيها مشاهدات كويسه، وان شاء الله هنكملها. ادعموا القراءة دي لو حابين احنا نكملها، نكمل الطاقة بتاعتها اكتر الاسبوع الجاي ان شاء الله. حطوا لايك شير سبسكرايب، تقدر تتصل في القناة، تعمل سوبر ثانكس، والى اللقاء بفيديو جديد. باي.